ممكن تقول ماتش كفاية كفاية مانشستر مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد، مش عارف مين تمام. طيب هو كلام جميل جدا، تمام. البيم هو ان انا اقدر اعمل نموذج للمبنى بكل التفاصيل اللي فيه، بكل الحاجات اللي هتتعمل في ارض الواقع. ده تعريف مبسط، كل التعريفات صح، مفيش تعريف غلط وتعريف اصح وهكذا، لا كل التعريفات حسب وجهة نظر الشخص نفسه. طيب ايه اهمية بقى البيم اكستيشن بلان ديت عشان كده اختارنا ان احنا نتكلم فيها؟ طيب البيم اكستيشن بلان لو كتبت غلط ممكن المشروع كله يقف، يعني المشروع كله واقف. ليه؟ لان مش عارفين ايه اللي هتسلمه. يعني تخيل مثلا ان انت مش عارف ايه اللي المفروض يتسلم، ايه انا كده خلصت ولا مخلصتش، هل ده اللي متفقين عليه ولا لا. يعني احنا قلنا بيم، بس هل مطلوب فيه 4 دي ولا مش مطلوب، هل مطلوب درجة التفاصيل، هنحط مثلا التسليح ولا مش هنحط. في مشروع كبير جدا بمليارات، تمام، شغالين فيه بقاله كذا سنة، وبعد كده قالوا لي تعالى عشان في مشكلة. الشركة دي جايبة شركة هندية بتعملها الشغل، وهي المفروض انها بتقدم الشغل لصاحب المشروع، هيئة من هيئات حكومية. فكل ما يبعتوا الشغل للهيئة الحكومية تقول لهم لا مش هو ده اللي انا عايزاه، والشركة الهندية تقول لهم لا هو ده اللي انتوا عايزينه، هو ده الشغل. فالشركة في النص مش عارفة تاخد فلوسها، ولا عارفة تدفع فلوس، ولا عارفة تخلص المشروع، ولا عارفة تقفله، تمام. فانا بقول لهم طب فين البيم اكشن بلان؟ قالوا ايه؟ ايه البيم اكشن بلان؟ طب فين الاي اي ار؟ ما فيش اي اي ار. طب ايه الفكره؟ تمام. فقلت لهم بصوا المشروع ممكن يفضل 100 سنه بالشكل دوت، لا انت قادر تسلم المشروع ولا قادر تخلص من الشركه التانيه اللي معاك ديت. لازم في الاول نقعد ونحط ايه المتطلبات اللي موجوده. يعني هقول له ايه؟ انا هسلمك بكذا كذا كذا، موافق؟ اه. انا هسلمك كذا كذا كذا، موافق؟ اه. تمام. الحاجه دي انا مش هقدر اسلمها لك، تمام. فبكتب له كده في بعض الحاجات مش هقدر اسلمها لك، درجه مثلا الكلاشات هيبقى في مثلا درجه السماح قد ايه وهكذا. فالورقه ديت مهمه جدا، والا ممكن الموضوع يوصل للمحاكم ان الراجل ده انا متفق معاه ان هو يسلم لي شغل معين وما سلمهوش، والراجل بيقول لك لا ده اقصى حاجه اقدر اعملها. فلازم تكون مكتوبه ومكتوبه ومبديه من الطرفين، والطرفين يراجعوا عليها ويتاكدوا من صحتها وهكذا. طيب ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده فيها؟ ايه الحاجه اللي انت عايز توصلها؟ يعني انت عايز تعمل موديل ده لايه؟ هل انت مهتم جدا مثلا بالاستدامه فلازم يبقى في استدامه؟ هل انت مهم بالنسبه لك موضوع توفير الوقت؟ هل مهم بالنسبه لك التكلفه؟ ايه الحاجات اللي انت عايز توصلها من خلال البيم؟ يعني انت عايز تعمل بيم لان هو مفروض عليك وخلاص، ولا ليك اهداف؟ ايه الاهداف اللي مطلوبه منك عشان كلنا نكون لينا نفس التصور؟ قدر هو بالنسبه له مش مهم الفلوس، اهم حاجه بالنسبه له ان هو يخلص المشروع دوت قبل السنه الجايه، خلاص هنبدا نشوف الموضوع دوت ونبدا نكتب في الوثيقه ان بالنسبه لي في قيد معين الوقت ما اقدرش اتحكم، ما اقدرش ان انا اعدل فيه. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ المعايير اللي هنشتغل بيها. يعني هنكتب في البيم اكسشن بلان ان انا هشتغل مثلا بالكود الامريكي، بالكود البريطاني، بالكود اللي احنا متفق عليه، هو ده اللي بيبقى ملزم بيه. كان لسه النهارده في حد اتصل بيا وامبارح على اساس موضوع ايه المعيار اللي احنا هنحطه في البيم اكسشن بلان. يعني لو حطينا مثلا اي 202 او اي 203 اللي هو تبع الاي اي اي، هيختلف كتير لما نحط اي حاجه تانية. كل كود بيبقى ليه درجه معينه مثلا من الحزم في نقطه معينه، وفي نقطه تانية بيبقى اهدى وهكذا. فاحنا بنتفق على المعايير، هل احنا هنشتغل بالكود البريطاني ولا بالكود المصري ولا بالكود الامريكي. فبنبدا نشوف في بعض الاوقات بتبقى انت ملزم بكود معين حسب البلد اللي انت موجود فيها، في بعض الاماكن بيبقى مسموح ليك ان انت تغير الكود. ايه البرامج اللي انت شغال بيها؟ لازم نكتب فيها ايه البرامج. تخيل مثلا، وده حقيقي انا بتكلم من مشاريع حقيقيه بس انا مش قادر اذكر الاسماء، مشروع كبير جدا، الشركه ضخمه جدا، الشركات المشهوره، وتحتيها 16 شركه، و16 شركه دول مفروض ان هم كلهم هيعملوا شغل بيم. يعني هو الاشتراك كده ان اي حد شغال في المشروع ده في الجزء بتاعه يسلمه بيم. ف16 شركه كلهم عملوا شغل ريفت، ما عدا شركتين عملوا الشغل ببرنامج اسمه بنتلي، تمام. فده عمل مشكله. انت احنا بنرجع على العقد، هل العقد البيم شامبلين كان مشترط البيم ولا مشترط برنامج معين ان هو يتعمل بيه؟ لان انت ممكن بتواجه مشاكل في ان انت تربطهم مع بعض بعد كده،
واجهتهم مشاكل برضه في موضوع ان هم يصدروا الشغل مثلا لملفات الكوبي وهكذا. فدي كانت من ضمن المشاكل. ممكن يقول لك لا انت ما التزمتش بعقد لان احنا اشترطنا برنامج معين. تمام. في مشروع مثلا كان موجود في الامارات مدينه كامله، المدينه مشترطه ان انت تشتغل ببنتلي، مدينه مصدر، ان انت تشتغل ببرنامج بنتلي بشركه بنتلي، ما تشتغلش ببرامج بتاعه الريفت. فاحنا بنكون متفقين ده التسليم هتبقى كذا. تمام. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي لازم تتكتب في الوثيقه الستيك هولدر، مين الناس المسؤولين؟ مسؤولين في ناس مسؤوله عن المشروع، وفي ناس شغالين في قلب المشروع، مهندسين معانا في قلب المشروع، هم كل واحد فيهم مسؤول عن حاجه معينه. فانا لازم اكتب اسمه، ولازم اكتب الايميل بتاعه، ولازم اكتب التليفون. رئيس قسم الاركتكتشر مثلا في الشركه الفلانيه اللي هي بتعمل الموديل لازم يكون موجود، بحيث ان انا عايز اتواصل معاه حاجه مثلا معموله غلط فاتواصل معاه. الانشائي مين المسؤول عن الحاجه ديت وهكذا. الميتنج الاجتماعات هتبقى فين؟ هل هتتم اونلاين ولا هتتم في مقر الشركه ولا عند المالك؟ فلازم احنا نحدد النقطه ديت. ونوع الاجتماعات وهتاخد مثلا قد ايه، وهتبقى مثلا اسبوعيه ولا مرتين في الاسبوع ولا مره كل اسبوعين وهكذا. برضو بنحدد فيها البروجكت ديليفرابل، ايه اللي انا هسلمه لك؟ هل انا هسلمك مثلا الموديل ولا لازم اسلمك معاها الشتات، ولا سلمك الشتات بس من غير الموديل، سلمك كاد او بي دي اف؟ فكل الحاجات دي لازم تكون موجوده. ممكن تقول لي مثلا انا عايز فيديو، طب ما احنا ما اتفقناش على الفيديو، الفيديو ده بيكلف كتير، الثانيه بمبلغ، فانت لازم تكون متفق معايا على الحاجات ديت. بعد كده عدد المباني وحجمها والمساحه بتاعتها والمكان بتاعها فين. طيب الشيرد كوردينيت، كل نقط بتاعت المبنى، الصوت بيقطع. طب انا هحاول اتكلم بالراحه شويه. طيب بعد كده بنحدد الصلاحيات لوصول البيانات، مين من حقه ان هو يوصل البيانات، ومين من حقه ان هو يعدل فيها، ومين من حقه ان هو يشوفها وما يقدرش يعدل فيها. وبعد كده بنعمل تحديد فحص المشروع، المشروع هتتفحص كل قد ايه. طيب تحديد كيفيه تبادل البيانات، انت هتسلم لي الموديل بتاعك ازاي؟ هل هتبعته لي جوجل درايف؟ ممكن اقول لك لا انا مش هشتغل بجوجل درايف، انا عايز اعمل حاجه اسمها كوماند داتا انفايرمنت، ان احنا نتبادل الملفات في مثلا على بنت 360 او اي برنامج تدفع عليه. اقول لك لا انا مش عايز حاجه ايميلات، لا انا عايز سيديهات. فلازم نكون متفقين من الاول في البيم اكشن بلان على طريقه تبادل البيانات، يعني هاخد منك البيانات ازاي، وهل هتدي لي مثلا شغل كل اسبوع ولا مفتوحه مش منحدد، فالراجل اللي يبعتها لك كل شهر فيبقى انت شغال على حاجات قديمه. طيب فده كل ده لازم احنا نتفق عليه اثناء العقد، ولازم يكون في خبره سابقه، ولازم نشوف الحاجات الالتزامات اللي ما ينفعش ان احنا نكتب حاجه في العقد مخالفه لقانون الدوله. تمام. ونكون عارفين مثلا هل الفريق فعلا هيقدر يسلم الحاجات دي في المواعيد بتاعتها ولا لا. تمام. البيم اكشن بلان بيتكتب مرتين، بيتكتب مره قبل ما نمضي العقد، يعني الراجل بيقول انا عندي مشروع، فالناس بتبدا تعمل بيم اكشن بلان وتقول له والله ده الطريقه اللي احنا نقدر نسلم بيها الشغل. فهو بيشوف هل فعلا ده يناسبه ولا لا. يعني واحد بيقول له مثلا انا هسلمك المشروع على 4 مرات خلال مثلا 10 سنين، لا هو شايف ان ال 10 سنين دي كتير فممكن يرفض الموضوع، وممكن بعد كده يبدا يختار افضل حد بدل بيم اكشن بلان على نفس الشروط اللي مناسبه ليه. تمام. يعني ممكن واحد في بيم اكشن بلان شركه كبيره فهي حاطه شروط قاسيه على الملك، لا احنا مش هنبدا شغل غير لما ناخد الدفعه مقدمه ولازم ناخد فلوس قبل ما نسلم وهكذا. تمام. فهو يبدا يشوف انهي الانسب ليه. بعد ما نمضي العقد بنبدا بقى نحط نعمل بيم اكشن بلان فيها تفاصيل اكتر، يكون فيها اسامي كل الناس اللي هتبقى تشتغل في المشروع، يكون فيها مواعيد التسليم وهكذا، يكون فيها تفاصيل اكتر. طيب البيم اكشن بلان لازم نعملها قبل ما نبدا المشروع، وبنحدد المراحل. هنا مثلا بتتكتب اول حاجه بنعملها الكلاين ريكويرمنت، ان الكلاينت ليه متطلبات معينه فبيقول له والله انا عايز اعمل مشروع كذا كذا كذا. فبعد كده احنا كشركه مثلا استشاريه بنروح نقعد معاه ونقول له احنا هنعمل لك الاي اي، هنعمل لك المشروع دوت وعايزين نعرف منك ايه المتطلبات بتاعتك. فبنقعد معاه وبنعمل حاجه اسمها الاي اي ار. ايه الاي اي ار ديت؟ ان انا اعرف منه هو عايز المشروع دوت ايه التفاصيل بتاعته، عايز مثلا هل انت عايزنا ندرب الناس ولا لا، هل انت عايز مثلا كل النسخ تكون اصليه، هل انت مشترط ان في ناس من عندنا تكون موجوده عندك في السايت. بنفهم منه كل اللي هو عايزه، كل اللي هو يبقى راضي عنه في المشروع. وبعد كده
نبدا نعمل له بيم اكشن بلان ونديها له، وبعد كده نمضي العقد، فنروح عاملين بيم اكشن بلان اكثر تفصيلا. والحاجات اللي هتتكتب في البيم اكشن بلان احنا ملزمين بيها طول حياه المشروع. فهي في كذا وثيقه بتبقى مهمه في الموضوع. في مثلا الاي اي ار، ده لازم فيه حاجات تكنيكال بتبقى موجوده فيه، في حاجات مانجمنت ستاندرد اللي هنشتغل بيه، في حاجات كوميرشال بتبقى موجوده برضو فيها. وبعد كده نعمل بيم اكشن بلان، وبعد كده في حاجات بتبقى الزاميه بين بروتوكول. طيب لازم نكون متفقين واحنا بنعمل بيم اكشن بلان على الاهداف او الاستخدامات للموديل دوت. انت هتستخدم الموديل ده في ايه؟ فممكن يقول لك انا اهم حاجه بالنسبه لي تقدير التكلفه. تمام. طب انا عايز كل الاستخدامات. لو كل الاستخدامات المشروع هيكلفك كتير جدا، وممكن في بعض الحاجات ما تكونش محتاجها انت، فلازم تبقى عارف ايه الحاجات اللي انت محتاجها. وبعد كده بنحدد برضو العمليات، يعني مين اللي هيبدا قبل مين. مثلا الانشائي هيبدا بعد ما المعماري يخلص خالص؟ لا، المعماري مثلا هيعمل الحاجات الاساسيه زي الليفل والجريد ويعمل الحوائط الرئيسيه، وممكن يحط مثلا اعمده، يعني مجرد بس الانشائي يعرف اماكن الاعمده فين، وبعد كده هو يحدد مقاساتها، وبعد كده الانشائي يدخل في المشروع على ما المعماري اثناء ما الانشائي بدا يشتغل يبدا هو مثلا يعمل التفاصيل بتاعت الابواب والشبابيك وهكذا. فبنبقى متفقين على طريقه العمل بحيث ان احنا نبقى شغالين مع بعض. طيب البيم اكشن بلان من ضمن الحاجات اللي لازم تكون موجوده فيها، هو نشوف امثله ليه، يعني هفتح لكم كام بيم اكشن بلان نبدا نشوف الحاجات اللي موجوده فيها. في حاجات خاصه بالمانجمنت، مثلا مقدمه، تعريف بالمشروع، اسم المشروع، من الفريق الاساسي للمشروع، الستاندرد اللي احنا هنشتغل بيه، ايه الاهداف من الموديل دوت، ايه الحاجات اللي هنسلمها، الكوردينيشن ميتنج الاجتماعات اللي هتبقى موجوده، المايلستون ايه المراحل اللي احنا هنسلم فيها المشروع يعني قبل ما نمضي العقد ما يبقاش فيه تواريخ قوي، انما لما نمضي العقد خلاص بيبقى متحدد التواريخ اللي احنا ملزمين احنا نسلم فيها الحاجات. في حاجات خاصه بالبلاننج زي مثلا الكولابريشن هيبقى عامل ازاي، الكومن داتا انفايرومنت هنشتغل فيه ازاي، ايه الطريقه اللي هنشتغل بيها، التسليمات الريسبونسابيلتي ماتريكس، كل واحد ايه المسؤوليات اللي مطلوبه منه وايه الحقوق اللي ليه. وبعد كده بنحدد بقى البروجكت كوردينيت الليفل الجريد وهكذا. وبعد كده في حاجات بقى خاصه بالاي تي زي مثلا السوفت وير الهارد وير اللي هيشتغل، يعني في مثلا بعض الناس يقول لك لا انا عايز كل الفريق اللي هيشتغل في المشروع دوت يكون مثلا ورك ستيشن. ده كان موجود، الراجل قال لك المشروع تقيل فانا مش عايز اي جهاز يكون جهاز عادي ولا جيمر ولا حاجه، لازم كل ورك ستيشن. ورك ستيشن يعني اتوقع ان هو في مصر مثلا معدل 200,000 حاجه زي كده. تمام. طيب ده مثلا مثال اللي احنا بنعمله، بنقول مثلا اسم المشروع كذا، بتبدا تكتب اسم المشروع، عنوان المشروع الموجود في اي مكان، رقم المشروع، وممكن يكون الرقم المشروع ده فيه اكتر من رقم، في رقم عند المالك وفي رقم عند الحكومه وفي رقم عند المقاول ورقم عند الاستشاري، بنكتب الارقام كلها. تمام. وفي مثلا البيم مانجر بتاع المالك نحاول نحطه فوق مثلا بحيث ان احنا نعرف نتواصل معاه اكتر. في المتطلبات العميل اللي هي الاي اي ار. تمام. الاي اي ار المفروض كلها بتبقى موجوده في البيم اكشن بلان، يعني خلاص كل نقطه بنشوفها هتبقى موجوده فين ونحطها. بعد كده ايه درجه المستوى البيم اللي احنا حاسينه، وايه درجه ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت. يعني ايه ال او دي؟ دلوقتي الراجل بيقول لك اعمل لي موديل تمام للفيلا دي، فانت هتقعد بقى تعمل كل حاجه في الفيلا وتحط التشطيبات وتحط تفاصيل، وفي الاخر تروح له تقول له يقول لك لا لا ده انت عاملها نموذج عصري، ده انا عايزها نموذج كلاسيك، ده انا عايز حاجه قديمه، ده انا عايزها حاجه مثلا زي العصور الوسطى، ده انا عايزها على شكل مثلا بيضة. لا انا بعمل له درجه، يعني بدي له شكل المبنى واوريه له الخارجي يبدا يقتنع يشوفه عنده تعديلات يعملها، ابدا اخش في درجه تفاصيل اكتر في درجه تفاصيل اكتر وهكذا. تمام. مثال على ذلك ان احنا هنكتب البروجكت اونر مثلا اسمه هوت، الرقم المشروع، البروجكت نيم اسم المشروع هوت، اللوكيشن بتاعه، الوصف بتاعه، ده مثلا هيبقى مستشفى، لا ده هيبقى كذا، عباره عن كذا دور، وبكتب كل تفاصيل المشروع اللي انا محتاجها. تمام. وبعد كده بنكتب فتره المشروع. طيب في مراجع لازم نشتغل بيها؟ اه بنكون متفقين. ممكن انت تتفق على مراجع زي غير دي، مفيش مشكله، يعني احنا عندنا مثلا في مصر في الكود للبيم خاص بمصر،
تمام، ممكن تحطه وتستغنى عن بعض الحاجات من دول، مش هتستغنى عن كله. تمام، هنا مثلا من ضمن المراجع اغلبها من بريطانيا، الـ ACUK BIM Technology Protocol. لو في اي مصطلح انا ذكرته مش واضح او في اي حد عنده سؤال يا ريت، يعني انا احب ان احنا نعمل وقفه كده ونشوف لو في اي مشاكل. في اي حد عنده سؤال قبل ما نكمل؟ طيب، في البي بي اس 1092 هم دلوقتي بداوا يعتمدوا على الايزو 19650. طيب، في البين فورم ده خاص بالال او دي بدرجه التفاصيل، بتلاقي فيه كل عنصر. لما اجي اسلمك مثلا في مرحله الديزاين هحط لك تفصيله معينه، لما هخش في تفاصيل اكتر هسلمك تفاصيل اكتر. يعني مثلا ايه، يقول لك العمود مثلا، يقول لك في الاول خالص ال او دي 100، انا مش هحط لك لا طول ولا عرض، انا بس بقول لك ان في هنا عمود موافق عليه ولا مش موافق، مالكش دعوه بالمقاس، ما تقيسي نوت تو سكيل. طيب، ده مثلا مثال على موضوع الكي بيم ستوك هولدر، الناس المؤثرين على سير المشروع. ده اهو الناس، الكلاينت والديزاين، اسم الشركه اللي هو بيمثلها ايه، اسم الشخص ايه، دوره ايه، الايميل بتاعه، التليفون بتاعه، بحيث ان لو حصل اي مشكله اقدر اتصل بيه واقدر اقول له انا عندي مشكله فلانيه، طب نحلها ازاي. تمام، فهي بتبقى معموله في البيم اكشن بلان عشان نقدر نتواصل مع بعض ونقدر ان احنا نشوف المشاكل ايه ونبدا نحلها مع بعض. بنبدا بقى نعمل البروسيس، العمليات، ايه اللي قبل ايه، ايه اللي قبل ايه، ايه اللي قبل ايه. مثلا بنتفق، ده احنا عندنا مثلا في ناس بره الشركه بيعملوا لنا الشغل، تمام، سب كونتراكتور او كذا بيعملوا لنا الشغل، فده هيبعت لي الحاجه ديت هنحطها في المكان الفلاني. طيب، ده ممكن يبعتها لي من خلال الايميل؟ لا، ده لازم يبعتها لي يبقى شغال معانا. هل الشخص ده ينفع يبقى موجود معانا في السيرفر بتاع الشركه مثلا، هيعمل حاجه معينه ولا مش هينفع؟ لا، طب مش هينفع، طب هنعمل ايه، ايه البرامج اللي هنشتغل بيها. فبنبدا نحدد كل حاجه، بيبقى فيه زي خريطه كده، ده اللي هيشتغل اول وبعد كده دوت، ده هيديني 2 دي وده هيعمل 3 دي. هل الديزاين هيعمل الشغل كاد ويديهولي بين ما اعمله، ولا انا كده كده ديزاين فهبدا اشتغل اصلا الديزاين كله على الموديل 3 دي وده افضل، وبعد كده اعمل اكستراكت، اعمل تصدير للشغل بتاعي على الكاد او البي دي اف بحيث ان الناس تستلم الشغل. فممكن يقول لك ايه، لا الكاد وبعد كده البيم، او يقول لك لا ده البيم هو اللي هيتعمل وبعد كده يصدر للكاد. الافضل طبعا ان البيم يتعمل وبعد كده يصدر للاوتوكاد. طب ده احنا عايزين نعمل انرجي موديل، موجود في قلب العقد ان احنا نعمل انرجي موديل، فخلاص مين اللي يعمل انرجي موديل؟ فلان، هياخد الموديل من فلان ويعمل الموديل دوت. الحاجات دي بتسهل علينا الشغل، يبقى كل واحد عارف انا منتظر مين، انا واقف عند مين، طب التليفون بتاع ده مين، طب اتواصل معاه ازاي. ما بقاش الموضوع تايه، احنا حاطين الخطوات بتاعه المشروع كلها من قبل ما نبدا شغل. ده مثلا البروجكت تيم بنبدا نحطهم وبنحدد التليفونات بتاعتهم وهكذا، البين مانجر اهوت والحاجات دي كلها، التليفونات بتاعت الناس. طيب، بيبقى عندنا في الـ بنكتب الاساسي بتاعنا البين مانجر والكوردينيتور. البين مانجر تمام، هيبقى فيه ان شاء الله حاجة أكثر تفصيلا على الوظائف بتاعت البيم، بس هو مبدئيا البيم مانجر بيبقى مش مطلوب منه إن هو يعمل موديل، مطلوب منه إن هو يدرب الناس، إن هو يحط ستاندرد، إن هو يحضر الاجتماعات، إن هو يقود الليلة، إن هو يعمل ريسيرش يشوف إيه أفضل طريقة لتنفيذ الشغل بتاعنا. وبعد كده بقى في بيم كوردينيتور، ده مهمته إن هو يساعد في التريننج، يشتغل في موضوع الاكستريشن بلان، الموديل أوديت وهكذا. الموديل الموديلر بيبقى مركز قوي في موضوع ان هو يعمل الموديل، في موضوع ان هو ينتج اللوحات. طيب، المانجمنت بنبدا نشوف بقى الموديل يوز، ايه الموديل يوز ممكن نستخدم، نعمل مثلا 3 دي كوردينيشن من الموديل. يبقى الراجل يقول لك ايه، بص انا مش عايز اي حاجه خالص غير ان انت تعمل لي كوردينيشن وتوجد لي الكلاشات، انا راجل مقاول ومش عايز تعمل لي بقى استدامه ولا عايز تعمل لي تكلفه ولا حاجه خالص، احنا يعني خلاص عرفنا التكلفه ايه والموضوع الاستدامه ده مش تبعنا، احنا عايزين بس ان المشروع دوت ما يبقاش فيه كلاشات خالص. فخلاص هو يركز مثلا على اول نقطتين. في واحد تاني يقول لك لا، ده انا بالنسبه لي انا عندي مشكله في البلاننج، فعايز البيم يكون مرتبط بالبرومافيرا او كذا، فيبقى مركز على النقطه دي.
فانت كده كل تركيزك هيبقى مثلا على النقطتين دول، يبقى النقط دي هتشيلها من حسابك، فده هيوفر منك جهد، فده هيقلل التكلفه. ده مثلا مبنى ممكن نستخدم 3 دي كوردينيشن، ممكن نستخدم ديزاين ريفيو، ممكن نستخدم كراش ديكشن، فيجواليزيشن. ممكن اعمل لك حاجه مثلا انت عايز تبيع المبنى دوت، فاعمل لك دعايه لفيديو حلو مثلا وهكذا. ممكن نوريك الفور دي بتاعه، ممكن نعمل ريكورد للموديلنج، ممكن نعمل سايت بلاننج، ممكن نعمل انرجي اناليسيس، ممكن يطلع لك شهاده الليد من خلاله، نبدا نشوف ايه النقط المعينه اللي انت ممكن تاخدها في الليد. ممكن نعمل فاسيلتي مانجمنت، ممكن نعمل لك لايتنج اناليسيس، كل حاجه دي نقدر نعملها من الموديل. فانت حدد ايه اللي انت عايزه على اساس ان احنا نعمل لك الامكانيات دي. فهي بيبقى موضوع ورقه كده، يس اور نو، يس اور نو. النو طبعا ما بيخرج من البيمشن بلان، ونركز على الحاجات اللي هو طالبها. طيب من ضمن الحاجات برضو ايه البرامج اللي احنا هنستخدمها، ايه الاصدارات اللي احنا يعني ممكن ايه سنة. ايه الاصدارات اللي احنا هنشتغل عليها؟ يعني مثلا ايه الاوتوكاد ما بيفرقش معايا الاصدار، لان انت تقدر سايف الاصدار قبل كده. انما الريفت ما ينفعش يكون في حد شغال في المشروع 2016 وواحد تاني شغال 2020. فاحنا بنتفق ان احنا لما هنشتغل ريفت كلنا هنشتغل باصدار معين. انا مثلا في مشروعات كنت شغال فيها في 2019، وكان الراجل مشترط انها تكون شغاله ب 2015، حاططها في العقد كده لازم تسلمنا 2015. ساعه اللي كتب العقد كان مكتوب 2015، فحتة ان هو يعمل تطوير لازم كل لهم يطوروا مرة واحدة، فقال لك لا سلام المشروع زي ما هو. طيب دي مثلا بنبدأ نشوف المراحل بتاعت الشغل بتاعنا، ايه الحاجات المهمة في كل مرحلة من المراحل. في مراحل البلاننج بيبقى في حاجات احنا مركزين عليها زي سايت اناليسيز، الفيس بلاننج، تقدير تكلفة على اساس ان انا اقدر اقدم تسعير. طبعا الكوست استيميتنج بيبقى معاه في كل المراحل، تمام. يعني انا محتاج كل مرحله بعرف المشروع هيكلف ولا لا، كل مرحله بيبقى عندي معلومات ادق، فيبقى الكوست استيميتنج ادق. في الديزاين مهتم بالاناليسيز زي ستراكشر اناليسيز، اللايتنج اناليسيز، ميكانيكال اناليسيز، كل حاجات الاناليسيز بتاعت الهندسه، ليد ايفالويشن، الكود فاليديشن وهكذا. في الكونستراكشن الراجل مهتم بحل الكلاشات، مهتم بالفابريكيشن ان هو يعمل مباني جاهزه او يصنع حاجه في المصنع وتيجي تتركب. في الاوبريت مهتم قوي باداره الاصول، اسيت مانجمنت وهكذا. دي نوعيه الملفات اللي هتسلم. هل انت تسلم لي ريفت بس؟ وده عمل في شركات كتير جدا، يعني في شركه مثلا موجوده في مصر، شركه كبيره، بتعمل شغل كله بيم، بس لما يجي يسلمه لك خلاص هو بيسلم المشروع وهيخرج المشروع، يدولك كاد وبي دي اف، كاد وبي دي اف، ما يدكش ملف ريفت خالص، تمام. لاسباب منها ان هو مثلا لو انت عايزه في المرحله بعد كده، ان هو مثلا خلص مرحله ديزاين ولسه مرحله الكونستراكشن تدفع له فلوس، او انت لو انت عايز الموديل ده عشان الاوبريشن تدفع له فلوس، او حاجه ثانيه ان هو ما حدش يعمل عليه كلاشات ويطلع عليه كلاشات، هو بيقول لك لا خلاص كده الموديل هو كلاشات خلصان ويدولك كات، فانت ما تقدرش تتاكد هل في كلاشات ولا لا، تمام. في بعض الناس مثلا تقول لك احنا عايزين ملف الكوبي عشان موضوع الفاسيلتي مانجمنت، تمام. في برضو التاسك انفورميشن ديليفري بلان، في الماستر انفورميشن ديليفري بلان، الحاجات هتتسلم امتى والتواريخ بتاعتها ونوع الحاجه اللي هتتسلم. طيب عشان نعمل بيم اكشن بلان يعني لازم يكون معايا الاي اي ار، ولازم اخد المعلومات من السب كونستراكشن او السب كونسلتنت. يعني بمعنى ايه؟ ان انا عايز اعرف معلومات التسليم، فعشان اعمل معلومات التسليم مظبوط لازم اعرف الناس اللي هي شغاله تحتيه او بتعمل لي خدمات معينه هتقدر تديني الحاجات دي امتى. يعني ممكن يكون في حد مثلا بيورد لك حاجه، تمام، سبلاير مثلا بيورد لك حاجه، فلازم تتاكد منه هتقدر تديني الحاجات دي في الوقت الفلاني عشان اقدر اخلص الشغل ولا لا. ممكن تكون انت مقاول عام وتحتك كذا مقاول من باطن، لازم تقعد معاهم وتقول لهم انا بعمل بيم اكشن بلان، فعايز اعرف التواريخ دي هتبقى مناسبه ولا لا وهكذا، تمام. طيب الليفل اوف ديفلوبمنت بنبدا نشوف كل حاجه هتسلم في كل مرحله بال او دي كام، بنبدا نشوف الموضوع دوت. احنا بنكتب عموما ان احنا هنشتغل على البيم فورم، بس في بعض الحاجات بتبقى مستثنيه، بقول له مثلا انا في المرحله الفلانيه مش هسلمك الحاجه دي بالتفاصيل ديت، هيبقى في استثناء مثلا، تمام. دي بعض الكتب اللي لو حد عايز يتعمق فيها يقدر يحملها، ابعت لكم ان شاء الله برزنتيشن تقدروا تحملوا منها الريفرنس ديت. دي بعض الكتب وبعض الامثله اللي ممكن تشتغل عليه. طيب خلينا نيجي كده ونقول له نشوف مثال. عندنا مثلا البيم اكشن بلان بليت،
يقول لك هحدد البروسيس ديزاين اللي هنشتغل عليها، الدليفر استراتيجي وهكذا، مين الاقسام اللي هتبقى شغاله معاك. خلينا نشوف حاجه تكون ده بوست كونتراكت. تمام، ده هنا مثلا اهو مثال بيقول لك اكتب البروجكت نيم، البروجكت ادرس، البروجكت نمبر، التاريخ، اكتب الدوكمنت كنترول شيت، التواريخ مثلا ده مثلا اتعمل قبل كده، في ريفيجن 1 ريفيجن 2 ريفيجن 3 وهكذا. بيقول لك بقى اكتب البروجكت دليفري مانجر، المعلومات عن الناس اللي شغالين معاك في المشروع، الرولز بتاعتهم، البروجكت انفورميشن، بتبدا تكتب البروجكت انفورميشن، البروجكت ديسكريبشن في الاي اي ار وهكذا، المعلومات اللي احنا هناخدها من الاي اي ار نبدا نكتبها، الاجتماعات، الحاجات الخاصه بالمانجمنت، الرولز، الريسبونسابيلتي، كل شخص بتكتب بقى الوظائف بتاعتهم والشركات اللي بيمثلوها والايميل والتليفون عشان تتواصل بيهم، المايلستون، التواريخ الاساسيه، كل مرحله من المراحل. لو في اي معلومات خاصه بالمشروع، المكان بتاعه والبدايه بتاعته فين، هنبدا نكتبها برضو. هنا ماتريكس كل حاجه، ايه السوفت وير اللي انت هتستخدمها فيها، وايه الملف اللي انت هتبعته له، وده بلان اوف ورك، دي المراحل بتاعه المشروع. مثلا السبيس بلاننج، ايه البرنامج اللي انت شغال بيه اللي تقدر انت تسلمه وهكذا. تمام، الاتشباك ديزاين، ايه البرنامج اللي تشتغل بيه، الناتف فورمات قد ايه. لما نكون متفقين من الاول يبقى الموضوع سهل، انما لما احنا مثلا كل واحد في دماغه تصور معين، لا هيبقى فيه اختلافات، كل شويه يقول لك لا مش هو ده اللي متفقين عليه، لا ده السعر بتاعنا مثلا ما فيهوش القصه ديت. التاسك انفورميشن دليفري بلان، ماستر انفورميشن دليفري بلان، المعلومات اللي احنا هنسلمها والتاريخ بتاعتها، السايت لوكيشن، المعلومات بتاعته، ممكن الناس بتوع المساحه يبداوا يدونا المعلومات فاحنا نبدا نحطها بالظبط. طريقه تسميه الملف، ودي مهمه جدا، يعني انت هتسمي الملف من خلال ايه؟ طبعا في كود لكده ممكن تمشي بيه، اللي هو البي اس 1192 اللي صدر سنه 2007. بتكتب مثلا ان الملف بتاعي هنكتب اول ثلاث حروف مثلا من البروجكت، وبعد كده شرطه، وبعد كده اسم اللي عمل الموديل، وبعد كده شرطه، وبعد كده الفوليوم المكان، وبعد كده شرطه الليفل، هيبقى مثلا جراوند مثلا هيبقى جي ار مثلا، وبعد كده الفايل تايب، وبعد كده ممكن ديسكريبشن بيبقى اختياري اللي انت عايز تكتبه. لو احنا متفقين على كده يبقى المشروع كله هيطلع بنفس الكيفيه، حتى لو كذا شركه شغالين فيه. تمام، ده هنا مثلا المشروع يكون كبير، مثلا بنبدا نسمي فوليوم، الليفل بنبدا نسمي كل دور باسم معين. ما ينفعش مثلا تقول لي ايه انا اول دور هيظهر معايا هيبقى 001 والدور اللي بعد 002، لا احنا عايزين اول ما نشوف الملف تبقى فاهم ان ده بيزمنت 1 بيزمنت 2 بيزمنت 3 وهكذا. تمام، بعد كده مثلا بيبقى في اختصارات معينه لازم نكون متفقين عليها. الافضل ان احنا بنرجع لكود معين، نرجع مثلا للكود البريطاني، ان حرف الاي اركتكت، حرف البي مثلا كذا. تمام، لازم نكون متفقين عليها وبكون مكتوبه بشكل كويس، بدل ما يحصل فيه لخبطه ونقول لك مثلا لا ده الاس ده الاستراكشر، لا ده الاس ده حاجه ثانيه. فنكون متفقين على الاختصارات اللي هتبقى موجوده. تمام، دي برضو ميتا داتا بتبقى مكتوبه، بحيث ان احنا نقول مثلا ان اس 0 ده يبقى حاجه جوه المشروع ما خرجتش، دي حاجه ورك ان بروجريس لسه شغالين فيها. في مثلا اس 1 يبقى دي مثلا هتبقى للكورتينيشن، اس 2 يبقى الملف ده عشان الانفورميشن، ده مثلا تقدر تاخد منه مثلا ده معمول عشان المراجعه، ده للتندر. في اختصارات كده بتبقى مكتوبه بنبقى متفقين عليه. تمام، ده مثال مثلا لموضوع البيم اكسكيوشن بلان. هنا السوفت وير تكتب اسم الشركات اللي هتشتغل عليها والبرامج اللي هتشتغل عليها وهكذا. وهنا بنتكلم على الامتدادات اللي احنا هنشتغل بيها. الموديل مثلا هتديهولي مثلا دي دبليو جي ودي جي ان ودي دي دبليو اف، وهتديني ملف الاي اف سي، وهتديني ملف الاصل اللي هو الار في تي. فبنبقى متفقين على طريقه التسليم. يعني لو انتوا شغالين مع بعض ممكن تعملوا بيم اكسكيوشن بلان كده وتجربوه وتشوفوا هل فعلا هو ده اللي هيكون مناسب ليكم ولا لا. يعني مهم جدا موضوع ان احنا نتدرب على البيم اكسكيوشن بلان. طيب دي جامعه الام اي تي، هتلاقي نفس
الترتيب ونفس النظام كل حاجه. عامله بيم اكشن بلان بتقول لك اكتب البروجكت نيم، البروجكت نمبر، اكتب اسم المعماري، اكتب اسم المقاول. هو بيعرف انها بيم اكشن بلان مع تعريف بالمشروع وكل حاجه. بروجكت انفورميشن الرقم هيبقى ايه، الرقم عند الكونستراكشن، رقم عند الانجينيرنج، عند الاركتكشر، السكادولات، التواريخ بتاعت التسليمات هتبقى ايه، الكي بروجكت كونتراكت، مين الناس الرئيسيين اللي انت المفروض تتواصل معاهم. وكل واحد مثلا بروجكت مانجر ده تبع شركه كذا، الكونتاكت نيم بتاعه كذا، اللوكيشن بتاعه، الايميل بتاعه، التليفون، بحيث لو اي حد عايز يتواصل معاه. ودي الديسكريبشن بتاعت الاهداف بتاعتنا، ايه اهم الاهداف اللي احنا مركزين عليها في المشروع. دي الاستخدامات، طبعا في بعضهم ممكن تكون انت مهتم بيه وبعضهم مش مهتم بيه، يعني ممكن تكون انت مهتم مثلا بالديزاين ريفيو، ممكن تكون انت مهتم مثلا بالاست مانجمنت، ممكن انت مش مهتم بالسبيس مانجمنت، فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها وايه الحاجات اللي انت مش مهتم بيها. اورجانيزيشن رولز تبدا تشوف بقى الموديل نيم مثلا في التكييف هيبقى ايه، المحتويات اللي موجوده فيه، والبروجكت فيس بتاعه، والاسرنج كومباني، والبرامج اللي هتشتغل فيها، تبدا تكتب اسامي البرامج لكل حاجه من الحاجات. تمام، وده مثلا دايجرام بنقول مثلا ان في المرحله الفلانيه الاركتكشر هيعمل كذا، وبعد كده يسلم لكذا، وبعد كده يعمل تشيك على كذا، وبعد كده يبعت لكذا، كل مرحله من المراحل طريقه الشغل فيها ازاي. فيبقى كده انت مثلا لو انت مثلا في الاركتكشر تبقى عارف انت هتعمل ايه وتسلم لمين، والمرحله دي هتسلم لمين. ولو انا شغال في المرحله دي ما اعملش حاجه من المرحله اللي بعديها، لازم اركز ان انا في المرحله دي اخلص الشغل ده بس، ما ازودش عليه، والا هيبقى جهد مضاعف وما تعرفش هل هتوافق عليه مش هتوافق عليه، هنكمل في المشروع مش هنكمل في المشروع. فانت بتلتزم بالحاجه اللي مطلوبه منك بس خالص. وهنا بقى بنشوف بقى الميتنج هيبقى نوعه ايه، مثلا في كيك اوف ميتنج هنبدا المشروع، في ميتنج للديزاين كوردينيشن هيبقى كل قد ايه، في مثلا الكونستراكشن بروجريس بنقول له مثلا هيبقى كل اسبوع، وهكذا. وان انت مثلا لو احنا شغالين مع بعض في نفس في نفس المشروع كذا شركه مختلفه هنسلم لبعض ازاي. هنا مثلا بيقول لي هنعمل تشيك ازاي، يعني في كذا نوع من انواع تشيك، هل مثلا فيجوال تشيك تبدا تمشي جوه المبنى وتشوف مثلا، او في بالبرامج معينه، او في هنعمل تشيك على الستاندرد انت ماشي بالستاندرد ولا لا، طب ايه البرامج اللي احنا هنستخدمها، وهكذا. تمام، هنا بقى هو مركز على ايه البرامج اللي احنا هنستخدمها، ايه الاجهزه اللي هتبقى موجوده، والفايل نيمنج طريقه التسميه، يعني بيقول لك لازم تبدا بام اي تي، اي ملف لازم في المشروع ده يكون بادئ بام اي تي، وبعد كده بيبدا بكذا كذا، بتبدا تحط بقى ايه الاختصارات. ممكن بقى تعمل بعض الحاجات المستثناه مثلا من المشروع، لا في الحاجات دي انا مش هعملها او مش داخل في السكوب بتاعي، نبقى متفقين معاه. يعني مثلا مثلا مش هنعمل تسليح مثلا الكيرتن وول، مثلا مش هنحط التفاصيل بتاعتها بتاعت الليلو دي 500 لام، مش تفرق معاك اصلا، وهكذا. الستاندرد اللي احنا هنشتغل بيه بتبدا تكتب الستاندرد اللي انت تشتغل بيها، الحاجات اللي انت هتسلمها، هتلاقي كل العقود بالشكل دوت. لو ما فيش عقد هنلف حول نفسينا، لو في عقد هيسهل علينا كتير جدا، يعني ان احنا نبقى فاهمين كل واحد متوقع ايه من الاخر. تمام، ده كده انا خلصت ومنتظر الاسئله بتاعتكم. يعني ايه ريكورد للموديل؟ يعني احنا بنسجل ايه التطورات اللي حصلت في الموديل، بحيث ان لو حصل مثلا اختلاف او حد تاني جه جديد ابقى عارف ايه التاريخ بتاع الملف دوت. يعني في مثلا حاجه اتعملت مثلا، او ليه احنا مثلا قسمناهم، او ليه احنا ضمنا الاثنين دول على بعض، فبقى في ريكورد للحاجات. طيب هل في اي حد عنده اسئله؟ طيب في ناس عندها أسئلة يا ريت.
يا ريت لو حد، انا مش عارف، انا عايز بشمهندس محمد بس. ايوه اتفضل. استنى بس كده تمام. ايوه اتفضل. لو سمحت، انا مش مهندس عمر، هل اداره البيم تختلف عن المانجمنت بشكل عام؟ يعني هنا هل البروسيس نفسها في البيم مانجمنت بتختلف عن البيم مانجمنت؟ طيب بص، هو يعني انا لو بروجكت مانجر تقليدي لازم عشان اغير للبيم هتقول لها تفاصيل اضافيه، ولا هتبقى بسيطه بس مثلا يعني تقنيات مختلفه وخلاص؟ طب معلش وضح سؤالك اكتر يا باشمهندس محمد، انت تقصد ان طريقه المانجمنت هتختلف لو انا بستخدم كاد عن البيم؟ كمانجمنت في العموم، يعني انا مثلا عندي لو انا اتبع طريقه اللي هي البيم بوك هي من الانيشيتنج، وبعد كده نبدا ثاني مرحله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، لا الخمس مراحل بتاع البيم بوك. لا الخمس مراحل زي ما هم تمام، ما بيختلفوش خالص تمام. الفكره كلها ان المانجمنت بيستفاد من البيم ان هو ياخد منه معلومات ادق ومعلومات في الوقت المناسب اللي هو محتاج فيها، فهو اختلاف تولز. يعني لو انت مثلا بتعمل المشروع دوت وقال لك لسبب من الاسباب انت هتشتغله مانوال تمام، فبترسم مانوال مفيش مشكله، يعني الناس كانت بتستخدم مانوال بعد كده بدات تستخدم الكاد وبعد كده بدات تستخدم البيم، فهو مجرد تولز بتسهل عليك وتوفر عليك في الوقت. كانما كاداره مشاريع بيقول لك انها بتبقى اسهل، بتبقى بتاخد المعلومات دقيقه، لو انت احتجت اي معلومه بتوصل لك اسرع، ممكن تدخل على الموديل تاخد المعلومه اللي انت عايزها بسهوله من غير ما تبعت لحد. يعني لو احنا مثلا، يعني خلينا نقول مثال، مثلا ان لو في اسانسير جه تمام، الاسانسير ده انت تبعت المعلومات بتاعته لمين؟ للمعماري ولا الانشائي ولا الميكانيكا ولا الكهرباء؟ ايه رايك؟ ميكانيكا المقصود بيه تكييف صحي. والمصاعد دايما، واحد صاحبي اللي هو ميكانيكا شغال مصاعد. ماشي حلو. طيب ما انت لو ما بعتهاش للمعماري، المعماري مش ممكن يكون مثلا مش عامل حسابه على الفتحات بتاعت الاسانسير، او عاملها بمقاس مختلف، وكذلك الانشائي ممكن يكون عامل مثلا في كاميرا مثلا هتخبط في الاسانسير، الكهرباء ممكن يكون محتاج الفلطات. طب لو بعت المعلومه لكل الناس هتوه، هيلاقي كل يوم بيجي له 100 ايميل وفي بعضهم بيشتبعوا، فيعمل لك مشكله يقول لك انت بعت الايميل ده ليه؟ بعت مثلا بتاع التكييف او بتاع البلامنج. فعشان كده بيبقى سهل جدا ان انا ادخل بنفسي على الموديل واخد المعلومه واستفاد منها، بدل ما اقعد ابعت للناس كلها وتحصل لخبطه وحاجات زي كده. فموضوع البيم سهل كتير في الاداره، يعني انت مثلا لما تيجي تبص على اساليب الاداره، البي ام بي بيوصيك في الجزء السادس بالذات في الجزء بتاع البروكيورمنت ان انت تستخدم البيم، بيقول لك استخدم البيم في ان انت تعرف الحاجه توصل امتى وتستخدم امتى تمام. يعني لو انت مثلا جاي لك ابواب او شبابيك او سنسورات او ايا يكن، لو جت قبل ميعادها هتضطر ان انت تخزنها، فممكن تبوظ اثناء التخزين او هتكلفك فلوس في التخزين. انما لو انت عارف ميعادها بالظبط ورتبت انها تيجي على التركيب، ده يكون احسن بدل ما تيجي متاخره شويه والناس تبقى مركونه في الموقع تمام. الاساليب الاداره مثلا زي اللين مانجمنت، زي الاجايل مانجمنت، زي كل الحاجات دي بيقول لك لا استخدم فيها البيم. الفاليو انجينير يقول لك استخدم البيم، ليه؟ بيديك ادوات احدث، فانت عندك فرصه ان انت تشتغل شغل انضف بكتير. احنا اشتغلت انا فتره طويله بالكاد، كان مشكله رهيبه جدا، انت مثلا قعدت شهر تحل المشاكل بتاعت منطقه معينه، وبعد كده رحت مكان تاني، اي حركه بتعملها ممكن تاثر في المكان اللي انت خلصته، اللي انت مش هتبص فيه تاني. وان انت مثلا تعرف فين مكان المشكله تقعد تدرس الارتفاعات، ده كان حاجه رهيبه جدا. دلوقتي انت بتدوس على زرار يوجد لك فين الكلاشات اللي موجوده في المشروع تمام. طيب في سؤال، انا كمعماريه هبقى مطالبه ان اعمل ده كله، ولا في حد مثلا يجمع الداتا وحد يحط الجدول وهكذا؟ لو حضرتك بتتكلم عن بيم اكشن بلان، هو شخص واحد بس اللي بيعمله، وبالنسبه له الموضوع سهل جدا، هو بياخد البيم اكشن بلان بتاع مشروع تاني، وبعد كده بيقعد مع المالك او اللي بيمثل المالك ويشوف ايه النقطه اللي هو عايزها، وبعد كده يبدا يحط البيم اكشن بلان حسب التوريخ وحاجات زي كده. مش مطلوب كل حد في المشروع يعمل بيم اكشن بلان، بس انت لو اتدربت عليه هتبقى فاهم وتقدر تقرا البيم اكشن بلان بتاع المشروع وتقدر تفهمه، فانت حتى في المشروع بتاع
اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، حاول ان انت تعمل فيه بيمكشن بلان، حاول ان انت تقعد كده مع نفسك وتخيل المطلوب منك، لان انت ممكن تعمل مشروع وتقعد مع حد وتتفاجئ بان كل اللي انتوا بتتكلموا فيه يعني مش مظبوط. يعني هو بيتكلم في حاجه وانت بتتكلم في حاجه تانية خالص، هو بيتكلم في حاجات هتكلف كتير جدا ومصور انها ببلاش، وانت بتتكلم في ان انت عايز تدور الحاجات الاساسيه ومش عايز تدور مثلا ملف الريفت، بتقول لا ملف الريفت ده بتاعي انا. انت ممكن في ناس راحت المحاكم ترفع قضيه عشان تعرف الملكيه بتاعت الموديل ده لمين، تمام؟ يعني الملكيه بتاعت مين؟ انتوا ايه رايكم؟ مين اللي يقدر يقول ان البي موديل ده بتاعي؟ ايه رايكم، المالك ولا اللي عامل الموديل؟ يا ريت الناس مثلا تكتب او تقول. اه اتفضل. تمام، المالك ده وجهه نظر كويسه. في واحد تاني يقول لك لا، الناس اللي تعبت في الموديل. تمام، الناس تعبت في الموديل، المالك لو عايز يدفع فلوس ياخده. ده من ضمن الحاجات مثلا. فبتوصل للمحاكم ان الراجل يقول لك انا عايز الموديل عشان اعمل بيمكشن، عشان اعمل اوبريشن مانجمنت. تاني يقول له مثلا عايز منك مبلغ محترم عشان تعمله. تمام. طيب قبل بس ما حد يتكلم، كلاشيت مقصود بيها ان حاجتين خبطين في بعض. مشروع استاذ محمد، الموديل ده هو يعتبر عباره عن دوكيومنتيشن للمشروع نفسه ولا شيء خاص بالمصمم؟ الموديل المصمم ولا هو دوكيومنت المشروع؟ انت بتوصل بمشن بلان؟ ايوه. هو من ضمن الوثائق اللي موجوده بتبقى ملحقه بالعقد. يعني العقد بيقول لك ايه؟ طبعا ما ينفعش في العقد يكتب كل التفاصيل، يعني العقد ما ينفعش يحط مثلا 30 ورقه تفاصيل شغل في قلب العقد. ليه؟ لو انت ما التزمتش بحاجه منها هتفسخ العقد او تقول ان العقد باطل. لا، هو بيعمل العقد تمام، بيحط مثلا صفحتين ثلاثه بيقول لك احنا هنشتغل على البيمكشن بلان، وتبدا ملتزم انت بالبيمكشن بلان. ايه اللي هو ايه؟ بس الموديل حق المالك مش مضمون. طيب بص يا سيد الفاضل، هو مش لو البيم اكسشن بلان مش موضح النقطه دي هنخش في مشاكل. يعني هو كتب كده في البيم اكسشن بلان انا هسلمك اوتوكاد وبي دي اف. طيب هو سلمني الاوتوكاد والبي دي اف، انا عايز منه ايه تاني؟ دي نقطه انت هنخش في مشاكل. اتفضل. هو طالما هو يعتبر دوكيومنتيشن للمشروع ايوه ايوه، ما هو الراجل كاتب ايوه. انت عايز كل وثائق المشروع. دلوقتي في حاجات مثلا اتعملت على برنامج الهاب او برنامج الاناليسيز او اي برامج، وانا مثلا انا اشتغلت عملت لك فيديو مثلا ببرنامج ال 3 دي ماكس واديتك الفيديو، انت بقى بتقول انا عايز الملف اللي انت عملت بيه 3 دي ماكس، هقول لك لا ده في بلوكات خاصه بيا ومش هقدر اديها لك. ما هو مش مكتوب في العقد، وانا من حقي ان انا التزمت مع انا اتفقت معاك ان انا هديك فيديو واديتك الفيديو، مالكش دعوه بالملفات الثانيه. لو عايز الملفات الثانيه دي انا عايز منك مثلا مبلغ قد المبلغ اللي انت دفعته قبل كده. انا بتكلم في كلام حقيقي، هقول لك على حاجات حصلت معايا في اكتر من مشروع. في حد كان مطلوب منه ان هو يوصل لدرجه الديزاين، وعمل فعلا الديزاين وسلم كادو بي دي اف تمام. فالراجل بيقول له انا عايز الشغل، باين ان هو طالع من البيم، فبيقول له انا عايز ملف البيم. قال له انا مش متفق معاك. طيب دلوقتي دخل في موضوع كونستراكشن، كل الناس اللي قدمت انها تعمل للبيم من الزيرو. يعني هو قال لك ايه؟ انا دلوقتي هنخش مرحله الكونستراكشن، فانا عايز ابدا اعمل الشغل دوت، وانا معايا كاد، هتاخد الكاد دوت تحوله للبيم تمام، لحد ما توصل لمرحله الديزاين وبعد كده تشتغل عليه تاني عشان توصل لمرحله الكونستراكشن. يعني توصل لمرحله التصميم وبعد كده توصل لمرحله الشوب دروينج تمام. طيب دلوقتي لو انت عملت الموضوع دوت هيكلفك كتير، هيكلفك بدل ما يكلفك 100 جنيه هيكلفك 200، لان انت هتبتدي الشغل. فهو الراجل اللي عمل الموديل دوت كده كده مع الموديل ومش مديه لحد ومش مطلعه وممنوع حد ياخده، يقول لك ايه؟ طب انا محتاج منك انا دلوقتي هاخد نص السعر اللي الناس كلها هتاخده. ليه؟ لان انا عندي الموديل جاهز. فهو يقول لك اوفر لي ان انا ادي للراجل ده يكمل شغل تمام. لو انت عايزه مثلا في موضوع الاوبريشن يقول لك انت مش هتفق معايا على الموضوع دوت، ادفع فلوس عشان اديك الموديل، انت مش من حاجه تاخد الملفات الاصليه، انت ليك اللي انت تاخد الحاجات اللي مكتوب في العقد. مكتوب في العقد دي دبليو جي وبي دي اف وانت خدتهم. الملفات الاصليه دي فيها فاميلي بتاعتي وفيها الشغل بتاعي وانا مش عايز اطلعه لحد تمام. فلازم تكون متفق معاه تمام. طيب مصطلح الكلاشات مقصود بيه ان حاجتين خابطين في بعض.
في حاجات اسمها هارد كلاش، يعني حاجه خابطه في حاجه حقيقي، ان في عمود مثلا خابط في كابل كهرباء او خابط في تكييف او حاجه زي كده، ده اسمه هارد كلاش، ده كلاش حقيقي. في حاجات بقى اسمها سوفت كلاش، تمام، وده مش بيطلع بالريفت، ده بيطلع ببرنامج نفس وركس. ان انا اقول له ايه، ماسوره الميه والكهرباء مش ملمسين، بس في بينهم مثلا اقل من متر، اقل من متر بيعتبروها غلط، او اقل مثلا 15 سم حسب الكود اللي انت شغال عليه. يقول لك مثلا ايه، لو بينهم 15 سم قدر ماسوره الميه حصل فيها مثلا اي سخن، فالميه هتدخل في الكهرباء، فابعدهم عن بعض اكتر من 15 سم. ده سوفت كلاش، ان هم اصلا كده كده مش خابطين في مع بعض، بس هو بيعتبرهم كلاش. تمام، طيب ده بالنسبه لموضوع الكلاشات. ايه تاني في الاسئله؟ اي حد عنده سؤال؟ مش معنى كنت بس عايز اسال حاجه، هو مثلا اللي بيبتدي مثلا يعرف عن دم الدم اول مره، مثلا هيبدأ ازاي يعني صح او هدرت مثلا كنت قبل كده مثلا مهندس عادي يعني انا مره مثلا او مدني صح عادي وبعد كده فتعرفت عن الزم وبدات اشتغل فيه فبس كده الخطوات اللي حضرتك خدتها عشان تلاقي الجهاز ده وازاي قدرت تنتقل النقله دي يعني بس طيب الموضوع تم كلاتي كحاجه شخصيه حصل الموضوع كلاتي وانا شغال بدات احس ان في حاجه بتحصل غريبه، يعني ان لا مش يعني مش معقول الناس بقى لها 20 30 سنه ثابته على كده، اكيد في تكنولوجيا اكتر. فبدات ادور بره على النت، والكلام ده كان في 2005، ما كانش في لا يوتيوب ولا برامج ولا اي حاجه من المتوفره دلوقتي، لا في كتب ولا في شرح، لا بالعربي ولا بالانجليزي. تمام، فانا قعدت ادور ايه التطور، يعني بدات ادخل مثلا اكتب ايه انجينيرنج فيوتشر مثلا، كونستراكشن فيوتشر، ايه الخطوه الجايه، انا عايز اعرف ايه الحاجه اللي انا اكون مميز بيها. يعني انا دلوقتي خلاص كلنا زي بعض، طب ايه اللي خليني مميز عن الناس اللي معايا في الشات؟ يعني الشات دلوقتي مثلا فيه 36 دول مميزين عن بقيه الناس، اي نعم، طب انا عايز اكون مميز عن ال 36 دول نفسهم. تمام، ايه الحاجه، هم كلهم مثلا هندسوا بيم، انا هندس بيم بقى واستدامه اخد شات الليل، فانا كنت عمال افكر ايه الحاجه اللي انا اخدها اميز نفسي بيها. تمام، فقعدت ادور، فسمعت ان في حاجه اسمها ما كانش ساعتها لسه كلمه بيم دي طلعت، هي طلعت من زمان بس ما كانش منتشر، يعني كلمه يعني فكره اصلا، ان فكره البيم نفسها من سنه 1962 تمام كفكره، بس الاجهزه ما كانتش تقدر تشيلها، فتعطلت فتره. واحد كان اسمه مايكل دوغلاس، كان هو اللي اخترع الماوس، تمام، قال لك ليه ما نحطش كل معلومات المبنى في قلب الكمبيوتر. طيب المهم بدا موضوع البيم ده يبقى موجود على مثلا 82 مثلا، بدات شركه اركيكاد بدا يظهر وجراف سوفت وحاجات زي كده. طيب انا بدات ازاي، بدات ان انا اهتم بالموضوع، فسمعت ان في برنامج مثلا اوتوكاد اركتكتشر، فبدات اصطبه وبدات اشتغل عليه، بدات اشوف ايه البرامج الثانيه المنافسه ليه، بدات اكتب مثلا اسم البرنامج ومسافه وفي اس على اساس ايه الناس بتقرب ايه تاني. فلقيت برنامج الريفت، فبدات اسطبه، وسطبته من غير فاميلي، وكان صعب ان هو الواحد يشتغل عليه، بدات احاول فيه، يعني بدات افتح كل يوم ساعتين ثلاثه، ومفيش فاميلي فمفيش شغل، يعني هو مفيش باب تقول له حط باب يقول لك مفيش باب، كان ما كانش اصلا النت موجود ان انا اقدر احمل فاميلي، وما كنتش فاهم حاجه. تمام، ف بدات افهم واحده واحده، وكان الموضوع لسه في بدايته، وبقى اي حد يطلب مني شغل اوتوكاد اعمله له ريفت واديه له، تمام، واحط له بقى حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني واحد مثلا يطلب مني اي حاجه في شغل الكاد، اعمل له حاجه بقى 3D، اعمل له حاجه مثلا سيكشن 3D، اعمل له حاجه مش بتطلع بسهوله واوريها له، تمام، بحس ان هو بعد كده لما يطلب بقى ايه، انا عايز منك البيم، لا انا فهمت ان البيم كويس. قعدت فتره لان ما كانش حد اصلا بيسمع عن الموضوع الريفت او يسمع عن موضوع البيم، ما كانش ليه وجود، لحد ما بدا الناس تبدا تحس ان في حاجه بتعمل شغل كويس وبيخلص شغل بسرعه. وكنت موضوع الحصر ده ما كانش بياخد مني وقت، الكلاشات. فلو حد عايز يبدا، احسن حاجه تبدا بيها، انا ان شاء الله هحاول اجهز ليكم مخصوص فيديو مشروع من الاول للاخر، تمام، طيب هجهز لكم فيديو ان شاء الله مشروع من الاول للاخر، بحيث ان انتوا تبداوا تشوف الفكره تتم ازاي، ايه ترتيب العمليات وحاجات زي كده. احسن حاجه تتعلم بيها ان انت تعمل مشروع من الالف للياء، تعمل مشروع واثنين وثلاثه،
صدقني لو عملت كذا مشروع ثلاث مشاريع هتبقى احسن من واحد سمع 1000 فيديو وسمع الناس كتير كويسه جدا. المشروع مهما كان الراجل اللي بيشرح لك في المشروع هتكتشف مشاكل ما كانتش اتقالت قبل كده، تمام؟ فهتبدا تحاول تحل المشكله. حل المشكله ده هيخليك تتعمق اكتر في الموضوع. حاول تشتغل بايدك اكتر من مشروع واثنين وثلاثه. حاول تتعامل تعمل مشروع مع اكتر من قسم، يعني تبقى انت مثلا معماري واحد تاني انشائي واحد وهكذا. في واحد بيسال، محمد محسن بيسال بلاي ليست بتاعه الورك شير، مش فاهم السؤال، يا ريت لو تفتح الصوت بس كده ايه ونسمع منك السؤال، تمام؟ فهي الفكره كلها احسن حاجه تعلم منها خدت فكره عامه عن البرنامج، شفت بعض الفيديوهات، طبق وتقف تعرف ان في مشكله عندك تبدا تشوفها وتدور عليها. زي ما المهندس اللي كان قبلية اتكلم في موضوع ان انت تدور معلومه على اليوتيوب على هنا على هنا، هتلاقي شرحات بالكتير قوي. يعني هتبقى مشكلتك ان انت بتلاقي اكتر من حاجه، فركز على بلاي ليست واحده، ما تتشتتش نفسك في اكتر من حد. ما تسمعش فلان وفلان 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 وانت لسه بتبتدي، لا اسمع واحد من اوله لاخره يكون معمل مثلا مشروع من اوله لاخره، تبدا تفهم العمليه بتتم ازاي، ده زي الفل. انما لما تشتت نفسك مش هتطلع بمعلومه مفيده ان شاء الله، تمام؟ ناخد سؤال تاني. اتفضل. كنت حضرتك في ميتنج قبل كده قلت لنا ازاي نشتغل على كلاود وفي فيديوهات على القناه بتاعت حضرتك، بس انا دورت كتير والله ما عرفتش اوصل للفيديو او البلاي ليست دي. ازاي نشتغل مع بعض، تمام؟ طيب هبعتها لك. انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو خاص لموضوع الورك شير، ازاي نشتغل كلنا مع بعض. هعمل لكم فيديو خاص وابعته للشباب هنا يبعته لكم. ازاي نشتغل مع بعض، هي الفكره كلها. خلينا افتح لك كده مشروع، تمام؟ يعني سريعا بص ازاي نشتغل مع بعض. في قائمه هنا اسمها كولبريت، قائمه اسمها كولبريت. قائمه كولبريت دي بنعمل حاجه اسمها ورك سيت. ايه الورك سيت ديت؟ الورك سيت ده يعني كل واحد بيبقى عارف ان العناصر دي خاصه بي انا، ما حدش تاني يقدر يشتغل عليها. هو بيقول لي هنا كل ليفل وجريد هيبقى في الورك سيت دي، وكل العناصر الاخرى هتبقى في الورك سيت دي، تمام؟ فهي الفكره كلها ان ليه لما انا اجي افتح الاوتوكاد يقول لي لا الملف ده فيه حدود اونلي لان في واحد تاني فاتح، لان ما ينفعش اتنين يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. انت مثلا بتحرك الحته دي يمين وانا بحركها شمال، طب هو اسمع كلام مين فينا؟ هيبقى في تضارب. فالافضل ايه؟ الافضل هنا في الريفت قال لك انا هعمل حاجه اسمها ورك سيت، ان انت تحط حاجاتك مثلا في الورك سيت اللي اسمه محمد، وانا احط حاجاتي في ورك سيت اسمه عمر، وانت ما تقدرش تعدل فيها وانا ما اقدرش اعدل عندك. ما دام حاجه اتحطت في الحساب بتاعك كانه حساب في البنك، ما حدش يقدر يعدل فيها غير انت بس، تمام؟ دلوقتي بقى هتلاقي الشغل كله بقى تم بسهوله ويسر وحاجات زي كده. لو يعني كلمني بعد المحاضره على طول هبعت لك الورك. خليني افتح لك كده دي ويندو الورك سيت على اليوتيوب مثلا، دي بقى رجع. تمام. طيب لو دورت كده عملت ورك سيت ورك شيرنج، تمام، هتلاقي اهو فيديو الريفت ورك شيرنج، هنا التظبيط بتاعه وهكذا. هتلاقي فيه كذا فيديو اتعمل، وانا ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو خاص بيكم. هنا كل فيديو بيضيف معلومه، يعني هنا مثلا بنتكلم عن حاجه اسمها ورك شيرنج مونيتور، ده بيتكلم ازاي نراقب ان اي حد تاني بيشتغل معانا في نفس الملف ده. دي مهمه جدا ان لو اي حد فاتح الملف اقدر اعرف، تمام. في حاجه تانية مثلا ازاي ريفت ورك شيرنج تمبليت فايل. في حاجه تانية ازاي نشتغل كفريق، المحاضره رقم 3 دي مهمه جدا، تمام. يعني خش على بيم اريبيا ودور على الورك شيرنج ورك سيت اللي هي المحاضره الثالثه دي، كانت ساعه كامله بنشرح فيها موضوع الورك سيت، تمام. ده بالنسبه لموضوع الورك سيت. طيب في حد كان بيسال عشان فاروق. باشمهندس حضرتك في البدايه قلت ان احنا الافضل نشتغل ريفت في البدايه مش كاد، طب ليه الافضل ريفت وايه السلبي بالعكس؟ جميل جدا السؤال ده. بص يا سيد الفاضل، انت اصلا لو انت اشتغلت ريفت انت مش هتشتغل كاد. يعني لو انت عملت المود، لو انت بنيت الحواف بتاعتك على الريفت انت مش محتاج ان انت تبنيها على كاد، تمام.
الفكره كلها انت هتصدر بعد كده للكاد، يعني هتخش للريفت تقول له سبورت كاد، تلاقي الامر خلص معايا. يعني انت مش محتاج ان هي دي الريورك، ان انا اشتغل على الريفت وبعد كده اعمل نفس الشغل ده تاني على الاوتوكاد، او ان انا اعمل الشغل ده على الاوتوكاد وبعد كده اعمله تاني على الريفت. فده ريورك. يعني في بعض المشاريع اللي اشتغلت فيها الناس مصره هنعمل شغل على الاوتوكاد، فريق ديزاين هيعمل شغل على الاوتوكاد وبعد كده يبعت الفريق تاني يعمل شغل على البيم. تمام، ده عملناه بشكل كتير جدا، لان بتوع البيم يقول لك ايه، انا مش هعمل شغل غير لما ياخد ابروفل، نستنى بقى 15 يوم على ما تاخد ابروفل. تمام، وهكذا. فالافضل ان هو نفس الفريق اللي شغال اوتوكاد يتعلم بيم ويشتغل بيم، ونوفر الوقت. انا لو عملت الشغل على البيم مش محتاج ان انا اعمله على اوتوكاد، انا بس بصدره، لان الشركات التانية ممكن ما يكونش عندها امكانيه انها تشغل معانا في الموضوع، في موضوع البيم، او مثلا البلديه او الناس اللي بتستلم منا المخططات يقول لك لا انا مش هقدر استلم منك ريفت، انا ما عنديش حد بيفهم في الموضوع دوت، انا عايز منك اوتوكاد. طب في مشكله؟ لا، هو زرار واحد بتقول له اكسبورت، من هنا بتقول له فايل اكسبورت، وبعد كده تختار كات فايل وتقول له دي دبليو جي، تصدر المشروع كله مره واحده. فهي يقينا احسن حاجه ان انت تشتغل بالبيم وبعد كده تصدر لي الريفت. تمام تمام يا باشمهندس، شكرا. تمام، في اي اسئله تاني؟ انا بتعلم من الاسئله، فببقى سعيد ان حد بيسال. تمام، وده اللينك التسجيل، سجل الحضور، على اساس ان شاء الله تطلع لكم الشهاده على طول باذن الله. في احد عنده اسئله في البيم عموما، مش لازم بيم اكشن بلان او ريفت او كده، اي اسئله في موضوع البيم عموما، او مستقبل البيم، او نشتغل ازاي او كده. طيب بص يا سيد الفضل، انا هقول الحاجات يعني من قلب مركز بحوث البناء. مركز بحوث البناء طلع كود، بس كلمه كود عكس ما ناس كتير بتقول وكلهم اساتذتنا، يعني كلمه كود لا تعني ان هو يكون اجباري. تمام، يعني لما ترجع للقاموس الانجليزي، ولما ترجع للقواميس العربيه القديمه وقانون حمورابي والحاجات دي كلها، كلمه كود لا تعني ان هو يكون اجباري. كلمه كود معناها ان حاجات هنتفق عليها في الشغل، هتنظم لنا الشغل. امتى يكون اجباري؟ لما يخرج قرار من رئاسه الجمهوريه او رئاسه الوزراء او مجلس بحوث البناء، المهم يبقى في ورقه اجباري ان مفيش مبنى هيعتمد او هيتوصله كهرباء وميه غير لما يكون شغال بالبيم. طيب هل ده هيكون في الفتره الحاليه ممكن؟ لا، هيكون صعب، لسبب ان لازم يبقى فيه شويه شروط معينه، ان هو يقول لك ايه؟ المشروع اللي يزيد عن كذا، زي ما حصل في الامارات، قال لك المشروع اللي يزيد عن مثلا 20 طابق، 20 دور، 20 فلور، او يقول لك مثلا مكتب اجنبي، او يقول لك المشروع اللي تزيد ميزانيته عن مثلا 2 مليون مثلا، ده لازم يكون بيم، لان انا مش هخلي مبنى يكون واحد مثلا بيبني صيدليه او بيبني فيلا او بيبني بيت، اقول له اجباري لازم يكون بيم، فلازم يكون فيه فلتر الموضوع. فحتى الان لسه الناس ما خدتش خطوه في الموضوع دوت، لان القوانين المصريه ما بتتمش بالطريقه دي. القوانين المصريه لما بينزل عام على كل المباني. تمام، فهو مش متوقع ان هو يكون اجباري في الفتره اللي جايه، بس متوقع ان كل المشاريع الكبيره، تمام، وكل المشاريع اللي مع الدوله تكون اجباري. زي مثلا في بعض المشاريع كان اجباري فيها الفتره اللي فاتت انها تتعمل بيم، زي مثلا العالمين، زي العاصمه الاداريه الجديده، والحاجات دي كلها، المباني كلها تقريبا مشترك تكون فيها بيم. فدي فرصه كويسه، انت دلوقتي لسه خريج جديد، فايه اللي يخليك تنافس في السوق الا ان يكون معاك ميزه مش موجوده عند حد؟ تبدا بقى تفكر. يعني انا بفكر على طول كده، انا اول ما اتعلمت الريفت، طب بدات اشرحه للناس، فالناس كلها عرفت الريفت، طب انا عايز ميزه ثانيه، عايز اخد خطوه ثانيه. الخطوه الثانيه ايه؟ ان انا هعمل كذا. طب بعد كده الخطوه الجايه ايه؟ ان انا هتعلم كذا. الخطوه اتعلم 4 دي 5 دي دلوقتي مثلا، السستينابيلتي، اداره المشاريع، كذا، كل واحده فيهم باخد فيها مثلا سنه سنتين، المهم ان انا اتقنها، وما اقولش مثلا ان انا قريت كتاب وخلاص، لا، لازم اكون اتقنت واقدر اتكلم فيها. تمام؟ تمام،
طب ازاي اعمل لنفسي بلان للوصول لمرحله يعني ممتازه في الريد او في البيم عموما مش في الريد بس لان انا كويس فيه. انت حضرتك مهندس معماري صح؟ لا انا مدني. طيب بص يا استاذ الفاضل انت بتعمل ايه؟ بتبدا تشوف خلينا كده ايه نتكلم في خباثه شويه. خش على لينكد ان وابدا شوف المهندس المدني مطلوب منه ايه؟ يعني انا دلوقتي اكبر شركات بتطلب مهندس مدني بتطلب ايه؟ مثلا لقيته طالب حاجه اسمها لايف سايكل مثلا او اي اسم جديد. ايه دي؟ بنقعد ندور عليها بقى. انا بعمل كده بقعد ادور الناس عايزه ايه؟ الناس بتدور مثلا على برنامج جديد بقى مطلوب قوي بالشركه واحده اللي بتطلبه ده كل الشركات. طب البرنامج ده بيعمل ايه؟ ابدا ادور عليه وابدا اشوفه وابدا هل هينفع اتعلمه ولا لا؟ ببدا اشوف البرنامج نفسه متوفر يعني ببدا ابحث في الخطوه الجايه. ممكن ما يكونش برنامج ممكن يكون شهاده. لو دخلت ولقيت كل الناس طلبه مثلا المهندس المدني يكون مثلا معتمد من الجمعيه مثلا الاي سي او اي حاجه فخلاص ابدا اشوف الاعتماد بتاع الحاجه دي. فانت بتبدا تشوف ايه الحاجات بالنسبه لك المهمه. يعني لو بنتكلم على الريفت اول حاجه بالنسبه لي ان انا اكون بعرف اشتغل مشروع كامل من اول لاخره. ان انا اكون اعرف اعمل فاميلي ان انا اعرف اشتغل مع تيم. يعني الورك شيرنج اللي انا وريتها لكم دي في القناه لازم تكون بتعرف تعملها فعلا مش مجرد شفت الفيديو. لا لان يعني الشركه بتقول لك انا ما ينفعش واحد يشتغل لوحده. مفيش بيم واحد بيشتغل بيم لوحده دي مستحيله تمام ما حصلتش. لا البيم معناها ان المعماري والانشائي والكهروميكانيكا بيشتغلوا مع بعض تمام فلازم كلنا نتعاون مع بعض فلازم تشتغل مع تيم. فلازم تبدا تشوف كده من دلوقتي انا عايز اشتغل مع تيم ونبدا نشتغل مع تيم ونبدا نشوف المشاكل ونفرح بالمشاكل ونواجهها والحاجات دي كلها. تتعلم ازاي تعمل تحليل انشائي ازاي تطلع لوح شوب دروينج بشكل قوي وبعد كده تركز مثلا ممكن تركز مثلا على الحاجات التكله مثلا الحاجات اللي هي الستيل تبدا تركز عليها. لما تلاقي نفسك خلاص بقالك سنتين حفظت الحاجه وزهقت منها واو تبدا تشوف الفكره اللي بعديها. بقيت خبره مثلا 5 سنين تفكر في فكره الاداره. انت برضو شغال زي ما انت بس بتخش في مرحله جديده تصور نفسك فيها. المرحله الجايه ما ينفعش حاجه لوحده لازم حاجه وحاجه تانية. لازم يكون مثلا مهندس انشائي وبيعرف يعمل مثلا بلاننج او بيعرف يعمل برمجه او بيعرف كذا. لما توصل لمرحله كويسه من فهم الشغل بتاعك وخلاص زهقت خش مرحله البرمجه. يعني خلي دايما في ذهنك كده قيمه كل امرئ ما يحسن. كل ما احسن حاجه كل ما هتبقى قيمتي احسن. بدل ما ساعتك في الشغل ب 10 جنيه ممكن تبقى ب 100 لو انت بتطور نفسك لو انت بتتعلم حاجه جديده لو انت مميز. لو انت مميز الشركه ممكن تمشي الناس كلها وتخليك انت لانها مش يعني مش عايز تخسرك وكده تمام. فانت لازم كل وقت تطور نفسك كل شويه تدخل على لينكد ان تشوف السوق طالب ايه تمام. انا اعرف واحد مثلا في الشركه عنده قالوا احنا عايزين كم واحد شغل في الحصر. فدخل في موضوع الحصر ده قعد تقريبا 9 سنين في الحصر ومره واحده الشركه قالت يا اخوانا الحصر ده يعني التكلفه على الفاضي واحنا البيم بيطلعه بدون اي حاجه خالص مشي كل القسم بتاع الحصر الغوا قسم الحصر ده. فلما جه بيتكلم معايا بقول له انت قعدت في الركن الهادي يعني قعدت ايه انت على المواج اللي بره في البحر يعني على الشط لازم تدخل وتخاطر وتعلم حاجه جديده و هو كان فرحان ان هو خلاص هو حفظ اللي معمول وعمل جدول اكسل جاهز وبتطلع له النتيجه جاهزه. لا لو انت اتقنت الريفت خش في حاجه ثانيه خش في حاجه ثالثه بس المهم تكون بتتقن فعلا. مش خالد مش دلوقتي انا لو عندي فلاش سيكشن مين الشخص اللي بيقدر يحدد اولويه الحاجه اللي هكمل فيها والحاجه اللي المفروض تتعدل او تعمل ريفاي. انت دلوقتي بيعمل لي ريكومنديشن للموضوع ده ولا في شخص معين هو اللي بيقدر ان هو يحدد انا هعمل ريفاي فين؟ طيب في واحد اسمه البيم كوردينيتور. البيم كوردينيتور ده بيبدا قبل ما المشروع يبدا بيعمل حاجه اسمها ماتريكس للكلاشات ويبدا يقول مثلا ايه لو دي خبطت في دي مين اللي يحرك. طب خلينا نسال سؤال كده ومش هكمل غير لما الناس تجاوب. لو عمود خابط في كرسي مين المفروض يتحرك؟ يعني هتحرك العمود ولا هتحرك كرسي؟ كرسي بقى تمام. هي الفكره كلها في كده. طيب فهي الفكره كلها في كده بتبقى انت عامل ماتريكس. لو دي خبطت في دي احرك دي لو دي خبطت في دي احرك دي تمام. يعني لو انا مثلا عندي ماسوره مع تكييف ايه اللي يتحرك؟ حسب نوع الماسوره. لو الماسوره بتاعت الدرينج صعب يتحرك الميه سهل انها تتحرك الفاير سهل ان هو يتحرك.
ممكن تكون الماسوره كبيره فبتبدا تدرس. البيم كوردينيتور هو اللي يقدر يقول لك ايه دي تحرك او دي ما تتحركش، عنده جدول جاهز ماتريكس بيقول دي مع دي انا اللي اتحرك، الكرسي هيتحرك مثلا اكيد وهكذا. تمام؟ فالمسؤول عنها البيم كوردينيتور ويبدا يبعت ايميل او في الاجتماع بيعمل الاجتماع ويقول لنا احنا عندنا كاش اولاني كذا مع كذا المفروض اللي يحرك فلان، كذا مع كذا المفروض يحرك فلان وهكذا. طيب انا مشروع اداره مشروعات وحابب اوصل بالموديل لل5 دي، ايه هي التولز؟ ال5 دي المقصود بيها تقدير التكلفه. تمام؟ هل عشان اوصل لل5 دي لازم اعدي على ال4 دي؟ يعني انا عايز الناس تجاوب، هل لازم حتى عندكم زرار هو اسمه يس ونو ممكن تدوس عليه. هل لازم اوصل لل4 دي عشان اخش في ال5 دي ولا لا؟ ايه؟ تمام. هو تقدير التكلفه في العادي بيتكلم على المشروع كله مش على اجزاء، فانا ممكن اوصل لل5 دي من غير ما اوصل لل4 دي، يعني ال5 دي حاجه وال4 دي حاجه. لو انا مطلوب مني اعرف كل مرحله هتوصل التكلف قد ايه، او عايز اعرف كل يوم التكلفه تبقى قد ايه، يبقى انا لازم اعمل 4 دي قبل ما اوصل لل5 دي. بس هو الغالب ان هو بيبقى مطلوب ان انا اعمل ال5 دي، وممكن ما يكونش هو مهتم بال4 دي يقول لك لا يا عم ده منظر يا عم ملوش اي لازمه خالص. طيب هل ينفع اوصل لل5 دي وانا ما عنديش ال3 دي اه ولا لا؟ هل ينفع اوصل لل5 دي وانا ما عنديش 3 دي؟ ايوه كده مفيش موديل مظبوط. تمام الله ينور. طيب ايه التولز اللي عشان اعمل 5 دي؟ لا في كتير جدا، منهم مثلا برنامج النفس وركس، منهم مثلا برنامج السينكرو. تمام نفس وركس اقوى في 5 دي، السينكرو اقوى في 4 دي، بس اي برنامج من برامج التقدير التكلفه حاليا بتقبل شغل من البيم، يعني اصبح فيه كذا امتداد مجرد ان انا اصدر له جي بي اكس ام ال، برامج الاستيميشن القديمه بتقبل الحاجات دي، اصبح فيه امكانيه ان انا اعمل شغل كله على البيم واصدره لحاجه من الحاجات اللي هي متخصصه في تقدير التكلفه. في اي سؤال تاني؟ هتلاقيني حتى شرحين على القناة لنفس وركس بالتفصيل يعني ازاي تعمل تقدير التكلفة فيه. اتمنى الناس كلها بس تكون عملت الاستبيان وفي انتظار الاسئلة. اه اتفضلي. وانا انا كنت طيب لا مش شرط اكون فاهم في كل حاجه، بس عارف ايه الحاجه اللي اقدر اطلع منها من الحاجه دي. يعني بمعنى ايه؟ انا مش مفروض ان انا يعني ده حاجه مستحيله، يعني ده سوبر مان اللي يقدر يفهم في كل حاجه، بس بيقول لك ايه؟ افهم انا الحاجه دي هتعمل لي ايه؟ يعني انا مثلا شغال في المشروع معايا محاسب، هل لازم اسيب الشغل لمده سنتين واخش كليه تجاره وافهم الحسابات وبعد كده ارجع تاني اشتغل؟ ولا بس اقعد افهم المحاسب ده وظيفته ايه واقدر استفاد منه في ايه؟ يعني اقول له مثلا حاسب انت مهمتك ايه؟ هتقدر تحسب لي كذا، خلاص يبقى انت مفروض منك كذا، بدل ما يكون عندي كذا حد بيعمل نفس الشغلانه. لا ابقى فاهم مثلا ان الراجل بتاع كوست كنترول ده بيعمل لي كذا. تمام؟ ماليش دعوه بتفاصيل شغله بس ابقى فاهم. ابقى فاهم ان المهندس المدني بيبقى عايز كذا، يعني حتى في الشغل بتاعنا مش مطلوب مني ان انا ابقى فاهم الحسابات بتاعت الانشائي، بس المفروض مني اعرف الانشائي عايز مني ايه؟ الكهروميكانيكال عايز مني ايه؟ الكهروميكانيكال مثلا عايز نعمل له شافت جنب الحمامات مثلا او جنب المطبخ او كده، فانا ببقى عارف الشافت واعرف احجامه، بس طريقه حسابات والحاجات دي كلها لا انا ما هضيع وقت لو دخلتها. انا ما باخد بس اثناء ما انا شغال في الاجتماعات والحاجات دي ببدا افهم كل واحد عايز ايه، الامكانيات بتاعته ايه، الحاجات دي كلها. مثلا كنت شغال مع مدير مثلا وانا متخصص في البيم، مش مفروض ان هو يعرف كل حاجه في البيم، بس المفروض يعرف ايه اللي هيحتاجه مني، او لو انا مثلا احتجت حصر هل ده يقدر يطلعه لي ولا لا. في قبل كده مدير قال لي
انت عندك الرامب الفلاني. عندي الرامب الفلاني، ماله؟ عايزك تاخد لي فيه سيكشن كل متر، سيكشن كل متر، وهو متر يعني انا هطلع له 100 سيكشن. طب انت عايزه في ايه؟ انا سالته انت عايز السيكشن ده في ايه؟ فقال لي عشان اتخيل شكل الرامب للميول بتاعته. قلت له انا ممكن اوريك 3 دي. فقال لي ايه ده، البيم فيه 3 دي؟ قلت له بص اهو 3 دي. فهو عشان ما عرفش المعلومه ما كانش عارف يطلب مني. لما عرف الحاجات خلاص، لو هو عايز اي 3 دي مش هيبعته لل 3 دي ماكس، لا هيقول لعمر هات لي 3 دي. لو عايز حصر هيطلبه من عمر. المفروض منك بس تعرفي كل حد بيعمل ايه وامكانياته يطلع لي ايه، بس ده المطلوب. انما مش مطلوب مني معايا محامي، مش مطلوب مني انا ادرس محاماه، بس مطلوب مني اعرف هو يعمل ايه. مثلا هعمل عقد ابعت له اقول له خد الحاجه دي، وممكن واحد عادي مهندس عادي بس انا عارف ان هو الانجليزي بتاعه قوي، فخلاص اي حاجه متعلقه بالانجليزي هبعت له اقول له اعمل الشيك على الحاجه ديت. تمام تمام انا في اي مشكله تاني؟ طيب جزاكم الله خيرا، وده الفورم اهوت عشان الشهاده تطلع لكم، وشكرا ليكم، واتمنى لكم التوفيق دايما في كل حياتكم ان شاء الله. وبالنسبه للمسابقه اتمنى لكم التوفيق جميعا، وكل حد شارك في المسابقه هيطلع فايز منها ان هو اتعرف على الناس، وان هو خد تجربه عمليه، وان هو تعاون مع الاخرين. فاتمنى لكم التوفيق دايما، وشكرا لكم جميعا، الف شكر. شكرا جدا على السيشن الجميل دي يا باشمهندس عمر. وكده النهارده يكون يومنا خلص، ان شاء الله هينزل لكم.